طبيعة الحال سيكثر القيل والقال والانتقاد، لكن أقول بكل صراحة، أي شخص في مكانك سيفعل نفس القرار إذا أتيحت له الإمكانيات للفرار، سيفر. وخصوصا إذا علمنا أن النظام القضائي الياباني، أنت تقول أنه فاسد، أنا لا يمكنني أن أحكم على هذا الحكم. وحتى إذا افترضنا أنه فاسد، فلن يكون بمثابة فساد الأنظمة العربية. لكن أقول صارم، في الحقيقة النظام القضائي الياباني صارم جدا، ولهذا فأنصحك ألا تلتفت للنقاد والانتقادات، إنما تصرف بشكل عادي، لأن أي شخص وضع في مالك سيتصرف في نفس التصرف وفي نفس الموقف.